وبشأن تقرير منظمة يونيسف عن أوضاع الأطفال العراقيين في دور الأيتام، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة فاطمة. بداية، تعمل المنظمات الدولية في مجال حماية الطفل على تعزيز نمو الطفل في بيئة حاضنة، لكن مع تزايد أعداد الأيتام يوضع الكثيرون في دور الأيتام. السؤال هنا، هل دور الأيتام في العراق تحافظ على المعايير الدولية لرعاية الطفل؟ تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. في الحقيقة هناك تقارير كثيرة تؤكد أن دور رعاية الأيتام مع الأسف الشديد ليست مؤهلة لرعاية الأيتام بأي شكل من الأشكال. هذه الدور الآن منتشرة في العراق، لا تتمتع بأي لا تتسع بأي معايير الدولية من ناحية الأجواء التي تؤدي إلى يعني تهيئة الظروف لكي ينشأ اليتيم بصورة طبيعية وبصورة صحيحة. فهناك الإهمال، انعدام النظافة، سوء المعاملة التي يتعرض لها الأيتام حتى تصل إلى حالات من العنف الجسدي. أيضا هناك الإهمال من جهة التغذية ومن ناحية صحية، وإضافة إلى ذلك فإن يعني اليتيم لا يحس بالأمان في هذه الدور نتيجة المعاملة السيئة التي يتلقاها، نتيجة قلة الدعم طبعا، قلة الكوادر المؤهلة لرعاية الأيتام. فإن هناك الكثير من الدور التي هي يمكن أن نصفها بأنها عشوائية، لا يتم يعني التحكم بها من قبل مختصين ومشرفين في هذه المجالات. دكتورة فاطمة، بحسب منظمة يونيسف فإن نحو 8% من أطفال العراق لا يعيشون مع كلا الوالدين، كيف ترين هذه النسبة؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك أعداد كبيرة من الأيتام في العراق. هذا الرقم يعني يعود إلى أسباب كثيرة. نعرف أن العراق مر بفترات من طويلة من الحروب والقتال والنزاع والنزاعات والصراعات، إضافة إلى انعدام الأمن في العراق نتيجة لعدم سيطرة الحكومة على الأوضاع الأمنية وتفشي الميليشيات وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة، انتشار الظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلى يعني وجود حالات الانتحار وغيرها مما يؤدي إلى زيادة أعداد الأيتام. إضافة إلى ذلك فإن حتى القوات الأمنية النظامية فهي تتسبب في قتل العديد من العراقيين وبالتالي زيادة عدد الأيتام في العراق. هناك حالات الإخفاء والتغييب القصير التي تؤدي إلى أن يضع الكثير من الأطفال في حالة يتم بعدم معرفة مصير أولادهم. هل هذه النسبة موزعة على المحافظات أم أن هناك محافظات بعينها مثلا تزداد فيها نسبة الأيتام العراقيين أكثر من محافظات أخرى مثلا؟ يعني بالتأكيد العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وأيضا كركوك وديالة وحتى بغداد ترتفع فيها نسبة عدد الأيتام أكثر من بقية المحافظات. إضافة إلى ذلك فإن حتى الأرقام التي تصرح فيها الحكومة فهي بعيدة عن الحقيقة نتيجة عدم يعني وجود يعني تعداد حقيقي لأعداد الأيتام، وتحاول الحكومة أيضا إخفاء أعداد الأيتام في هذه المحافظات من أجل أن لا تبين يعني الوضع السيء الذي وصلت إلى هذه المحافظات. إلى السؤال الأخير دكتورة فاطمة، يعني ما مدى تأثير تنشئة الطفل في بيئة غير بيئة الأسرة وغير حاضنة بحسب المعايير الدولية لرعاية الطفولة؟ يعني هو فقدان أحد الوالدين هو له تأثير نفسي كبير على الطفل.
وايضا ان لا يتم يعني تنشئه الطفل داخل الاسره تحتضنه من الاقارب او من المعارف او الاصدقاء الذين يعني يكون الطفل بالتالي يشبع عاطفيا من هذه الناحيه، يؤدي الى هناك فراغ عاطفي كبير، هذا اولا يعني لدى الاطفال، وبالتالي فان هذا يؤدي الى عدد من الامراض النفسيه والاجتماعيه التي يصاب بها الاطفال اليتامى، شعورهم بالنقص، شعورهم بعدم الحصول على الرعايه الكافيه، عدم التعبير عن رغباتهم. نعرف جيدا ان الاقرب الى الاطفال هم الوالدين وخاصه الام، فبالتالي يعني هذا يؤدي الى امراض نفسيه وبالتالي تنشئه غير سويه لبعض الاطفال مع الاسف الشديد، وربما نزوعهم الى العنف خاصه اذا تعرضوا الى العنف في مراكز رعايه الايتام او حتى من قبل الذين يقومون بكفاله الايتام. ايضا اذا كانت هناك لا توجد يعني الحاله الاجتماعيه لمن يقبلون الايتام غير جيدة، فإن بالتالي الأمراض التي قد تصيب هؤلاء الأطفال أيضا ممكن أن تدخل فيها. وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.